الله معكم. المشورة 18 بتقول اليوم: لمن الويل؟ لمن الشقاء؟ لمن الخصام؟ لمن الفضيحة؟ لمن الجراح من غير علة؟ لمن احمرار العينين إلا للذين يدمنون الخمر ويسعون وراء المسكر؟ لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت، إذا تلألأت بالكأس وطاب مذاقها، فهي بالآخر تلذع كالحية وتلسع لسعة العقرب، فترى عيناك الغرائب وتنطق بما لا خير فيه، وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كنائم على رأس السارية، تقول: ضربوني وما توجعت، آلموني وما عرفت، فسأعود إلى الخمر متى أصطفيك. أمثال 23 الآية 29 للآية 35. المشورة اليوم عم تعرض لنا مساوئ السكر وبتحذرنا منها. فالمشورة بتعرف بأنه الخمرة طيبة وبتزب، وإذا شربنا منها كتير بتصير مثل لدغة الحية ولسعة العقرب، يعني بتسمم الجسم كله. فالسم بس يتغلغل بجسم الإنسان بموته، والخمرة بس تتغلغل بجسم الإنسان بتخسره إرادته ووعيه وبتسبب له الأذية والموت. ومساوئ السكر تنعكس مش بس على الشخص ذاته، إنما الأشخاص المحيطين حوله، لأنه لما بيفقد وعيه بيأذي نفسه والغير، وبيأثر على نفسيتهم والعلاقة مع بعضهم البعض. فالبي بهالمشورة بده السعادة والخير والحياة لابنه، ما بده يمنعه عن شرب الخمر، بس بده يحميه من لدغة ولسعة السكر ويوجهه إلى الشرب باعتدال، مثل ما بيقول سفر الأمثال: خلقت بفرح الإنسان الخمر يبهج القلب وتسر النفس لمن شرب منها وفي وقتها ما كفى. أمثال 31 27 28. فإذا كنت أنت عم بتعاني من مساوئ كثرة شرب الخمر والسكر، صار الوقت تنقذ ذاتك. ما تخجل من طلب المعونة من الغير. تذكر إذا لدغتك الحية أو لسعك العقرب بتروح لوين؟ لعند الطبيب تيداويك منها. فاتكل على نعمة الرب واطلب المعونة منه، وهو قادر وحده إنه يحررك منها ويداويك. والله معك.